نعم مشاهدينا الكرام، بعد ما شاهدنا هذه الجولة أخذنا بها زميلنا كرار الحمداني بخصوص كيف تجد التزامك بمواقيت الصلاة، وكذلك وضعنا هذا التساؤل في موقع الفيسبوك الخاص بقناة كربلاء الفضائية، وردتنا بعض الآراء والتعليقات من هذه الكاتب مرتضى منير، يقول نحمد الله على الهداية وقد فيه حب الصلاة على عباده، التزاما في الصلاة وجعلها في الأولوية أمر واجب، للأسف ما نراه الآن جعلها شيء ثانوي بعد الرزق والعمل. طبعا ابن آدم فالموت آت والحساب قريب، اجعل من الصلاة عادة يومية فإنها تبعد الفحشاء والمنكر. إذن شكرا لكل الآراء اللي كانت ويانا، وأكيد اللي على الفيسبوك الكاتب مرتضى ومعلي والحاج عبد الكريم وأفراح كوثر والغسق الغسق وخادمة الحسين وحسين الكربلائي، شكرا لكم ولتعليقاتكم ومشاركتكم ويانا، ولكن لضيق البرنامج ما راح نقدر التعليقات، ولكن إن شاء الله دائما بأصواتكم ودعواتكم موجودين ويانا. إذن أحبتنا المشاهدين خلصت جولتنا اليوم، فقراتنا اليوم من صباح كربلاء، ولكن مستمرين وياكم إن شاء الله على طول الأسبوع. شكرا لكم وتقبل الله أعماركم.